رب اديني مسحة خاصة من الروح القدس، ارسل المسحة دي وادي نفوس كثيرة ان قلوبها النهاردة تتفتح للكلمة دي. ياريت نوقف نبتدي اجتماعنا بالصلاة. أكيد كلنا سايبين ظروفنا، سايبين بيوتنا عشان نيجي، مش عشان روتين، لكن احنا جايين مخصوص عشان نشوفه، عشان نحس بيه ونعيش معاه. أكيد عندك حمل تقيل محتاج ترميه عليه النهاردة، وانت فرصة، هو موجود، لان هو وعد ان احنا لو كنا اكتر من اتنين هيبقى موجود، واحنا كلنا مع بعض. فارمي احمالك النهارده عليه. يا ابانا بنشكرك يا رب من عمق القلب، لان لا مثل لك بين الالهه، لانك اله عظيم يا رب. يا رب بنشكرك لانك موجود دلوقتي في وسطينا، سمعنا وحاسس بينا لأننا أولادك وإنت حبيتنا للمنتهى. فعلا يا رب بنشكرك لأنك إله عظيم جدا وحنان جدا، بتعطي يا رب ولا تعاير. اديتنا الأمان والرجاء والسلام في وسط كل اللي احنا فيه، في ظروف حياتنا، في ظروف بلدنا، في ظروفنا احنا مع نفسنا. يا رب النهاردة كلنا جايين وطالبين بركة خاصة جدا من إيدك لينا، بين إيديك شعبك يا رب اللي بيسمعك، وبين إيديك شعبك يا رب الموجود دلوقتي قدامك. كلنا يا رب جايين في محضرك، وإحنا بنثق يا رب إنك معد لينا مائدة من البركات. افتح يا رب أذهاننا، وافتح يا رب عقولنا، افتح يا رب كمان قلوبنا عشان نحس ونعيش معاك اليوم. نطلع يا رب ببركة خاصة تغير أيام حياتنا، تغير أفكارنا وأسلوبنا وخططنا. ارسم يا رب أنت خطتنا، وبارك يا رب أنت على حياتنا يا رب. بين إيديك يا رب كل شعبك يا رب المحنين قدامك دلوقتي، واللي طالبين رجاء خاص يا رب، وكلهم رجاء فيك يا رب، إنك بتسمع يا رب الأنات قلوبهم. استجب يا رب ليهم، استجب يا رب للأنات دي. بنشكرك يا رب لأنك بتسمع وتستجب. أمين. تفضل. زي ما ابتديت وقلت ان هو صعب جدا ان احنا نكون بقى حضورنا دلوقتي بقى روتين، لا بالعكس، احنا بنيجي كل يوم عشان احنا منتظرين نشوفه ونحس بيه، منتظرين عمله في حياتنا. كل يوم بنبقى لينا رجاء، فبنيجي عشان نقابله ونقعد معاه. يمكن بره الكنيسة الدنيا بتلهينا عنه شوية، يمكن مشاكلنا بتاخدنا بعيد عنه شوية، لكن احنا جايين واحنا رامين كل حاجة، كل حاجة حمل على تقيل على قلبك وعلى كتافك وعلى كتافك، وانت مش قادرة تشيليه لوحدك، هو موجود. ارمي كل حاجة عليه، ارميها وثق تماما، وثق تماما ان يسوع قادر يغير كل حاجة في حياتك. عايزين النهاردة نبتدي الترنيم ونقول لاسمك يا فادينا وشعبك يترجاك، اطلبه بالحاح. وكتير جدا طلبناه، وكتير جدا لقيناه، وغير خطط في حياتنا كتير. فكر كده، هتلاقي ان كل يوم ربنا بيعمل خطة مختلفة في حياتك وبيرسمها بشكل مختلف. فكر، هتلاقي عمل ربنا في حياتك كل لحظة، بس مش بس كل يوم. فالنهاردة عايزين نهتف ونقول له فعلا يا رب احنا شعبك وبنترجاك، كلنا يا رب فينا رجاء، وانت اللي زرعت الرجاء ده جوه قلوبنا عشان انت اللي اديته لنا. عايزين نقول بنسبح، فعلا بنسبح باسمك، وبنسبح ونسجد ليك، لان لا مثل لك بين الآلهة.
باسمك يا فدينا بصدقتنا شوق القلب ورفعنا عينينا عليك ادينا شوفك نفرح بيه باسمك يا فدينا بصدقتنا شوق ترجمة
5:36 بيقول لا تخف آمن فقط. لا تخف آمن فقط. هو ما كانش عايز أكتر من كده. مش عايزنا نخاف، مش عايزنا نقلق، بس هو بيقول لك آمن بس. يكون إيمانك قد ثقتك فيه، مش إيمان كلمة ولا لسان ولا إحساس من بره وروتين. لا، هو بيقول لك لا تخف، أنا في وسط كل حاجة أنت عايشها أنا موجود. لا تخف، كل اللي أنا طالبه منك إنك ما تقلقش، بس كل اللي أنا طالبه منك إنك تآمن وكل حاجة هتكون لك، الأمان والرجاء والسلام، كل شيء، كل حاجة. الترنيمة اللي جاية بتقول ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود. هو فعلا بيقول لك أنا موجود، بس أطلبني هتلاقيني. أنا عمال أخبط على باب قلبك وإنت رافض. أطلبني وإنت هتلاقيني. بيقول لك دلوقتي وبيطمنك في الترنيمة اللي جاية ما تعولش الهم. إنت ليه شايل الهم؟ ما أنا إلهك وأنا قادر إن أنا أحقق لك كل طلباتك، بس اللي هي الصالحة ليك مش اللي هي ترضيك. يا ريت الترنيمة اللي جاية نقولها لربنا وإحنا حاسين بيها، نقول يا رب فعلا إحنا من النهاردة مش خايفين، وإحنا النهاردة مش قلقانين. إحنا وعدناك إن إحنا لحظة ما ابتدينا الاجتماع إن إحنا هنرمي كل أحملنا عليك، فأنا مش هعول الهم ومش هخاف. Oh,
سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الآية دي غريبة شوية، تحس إن العالم قافل على الآية من الناحيتين، من أولها ومن آخرها، من كتر ما هو بيضغط على البني آدمين. ففي الأول الآية في العالم، وفي الآخر العالم. طبعا كل حاجة في العالم مقلقة، ولو سيبنا نفسنا للطيار هنتعب قوي. لكن الجميل اللي في الآية إنه بيقول في النص أنا قد غلبت العالم. هو لما يكون في قلبك، في نص قلبك، هيكون هو غالب على كل حاجة في حياتك، هيكون مؤثر عليك من جوه ومن بره. في العالم ده مش هيفرق بالنسبة لك، زي ما هو كان في قلب الآية لازم يكون في قلبك أنت، لازم يكون في قلبي أنا وفي قلبك أنت. والعالم من الأطراف مش هتفرق، ده في الأطراف مش هتحس بيه، هو حواليك مش جواك. لكن لما يسوع يكون جواك هيقدر يغلب كل العالم. الترنيمة الجاية بتقول دي إيديك محوطاني، هو فعلا محوطك، بس لما يكون هو في قلب جوه قلبك هو اللي هيمسك كل حاجة في حياتك، هو اللي هيمتلكك، بس يديله قلبك. الترنيمة جاية بتقول دي إيديك محوطاني في حضنك وضماني، أنا مش محتاج غير عناية إلهية، هي كل ضماني. Hey.
يكون ظلام. استحالة أن قلبك مليان بيسوع ويكون فيه ظلام، مش ممكن، استحالة. حتى لو احنا دلوقتي متخيلين ان احنا أولاد الله وبنيجي وبنروح وبنسمع وبنرنم، لكن ما دام يسوع مش في قلبنا مش هنحس ان في نور حوالينا. طول ما قلبك اتملى بيه مش هيكون في ظلام، لا يكون ظلام للي عايش جوه دي، ويكون سلام وايديه تفتح 100 طريق. بس لازم نثق في كده، سلم قلبك وثق فيه وهو هيفتح مليون طريق. Thank you.
دايس على عسلك يا عالم. ايا كانت حلاوة العالم هي كتير ما بتشغلنا، كتير امورنا ما بتاخدنا، وده هو عسل العالم. لكن يسوع لما يملى قلبي ويملى عقلي هيبقى هو غنيني عن كل العسل، فانا دايس على عسلك. زي ما قلنا العالم ملهوش اي تأثير على حياتي وانا معاه، ملهوش اي امكانيات تغريني وانا معاه، لانه هو وحده اللي قادر يسدد لي كل الاحتياجات، قادر ان هو يطلعني من وسط العالم ويخدنيني ابنه زي ما هو اشتراني وفداني. دايس على عسلك يا عالم، اين كان بقى العالم هو شغلك في ايه. وكتير ما شغلنا، وبره باب الكنيسة بيشغلنا كتير قوي، بس اين كانت هو العالم شكله ايه، حتى لو كنت سعيد ومبسوط هي سعادة وقتية للحظة وبتنتهي، ونرجع ندور على لحظة تاني نعيش فيها بسعادة من اول جديد. اصل خطتنا القديمة ما كانتش على حسب رضاه، خطتنا في حياتنا اللي اخترناها عشان نعيشها في وسط العالم ما كانتش تخطيط منه، كانت تخطيط مننا. ففي لحظة بتنتهي كل حاجة. كتير ما بنحس ان بيبان كتير اتقفلت قدامنا واحنا مش لاقيين باب نقف فيه، خش منين مش عارفين، تايهين. انهي باب يا رب انت فتحه لينا، وقتها يوم ما نصرخ له هيفتح لنا كل البيبان. احساس الخنقه ان احنا مخنوقين بمرض، بقيد، بخطيه، بانشغالات، بهموم، فدي البيبان المقفله. بس هو ربنا ليه خطته، لكن انت مش عارفها لانك انت مش معاه، انت في سكه تانية، انت بتدور على الباب اللي يرضيك ويسعدك. هو ليه سكه تانية، اطلب منه كل البيبان هتتفتح، بس البيبان اللي خطته هو في حياتك انت، مش اللي خطتنا احنا في حياتنا احنا. دايس على عسلك يا عالم.
احنا واثقين ان لينا اله عظيم ليه كل السلطان. يسوع ليه كل السلطان. حول الميه الخمر, شق طريق في وسط البحر, بيخلق من القلب, من قلب الصخره نهر. اله عظيم, كلنا ثقه في ان الهنا اله عظيم. كم واحد واثق في كده؟ امين امين. كلنا اختبرناه, من اصغر واحد فينا لاكبر واحد فينا, كلنا اختبرنا عمله في حياتنا كويس قوي. فاكيد الهنا اله عظيم وليه كل السلطان. بحب اذنوب كتير, ليك سلطان
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نصلي لطلب حضور الرب. صلي معايا وقول له ليك المجد والكرامة وليك السجود. صلي معايا وقول له قدوس 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 أنت، أنت وحدك قدوس يا رب. صلي وقول له نعمتك بتغيرني، كلمه النهاردة وقول له أنت وحدك العارف، أنت وحدك العارف، عارف قلبي، عارف ضعفي، أنت وحدك العارف. نعمتك، نعمتك هي اللي بتغطيني، نعمتك هي اللي بتسترني. كلمه النهاردة على قداسته، كلمه النهاردة على مجده وكرامته، كلمه النهاردة على قداسته. وقف قدامه وخلي ضعفك يبان كل ما تقرب منه، كل ما تكتشف انت مين. صلي وقول له انا بطلب حضورك يا رب، انا عارف ان عندك كلمة عايز تقولها لي، أنا عارف إن عندك رسالة، أنا عارف يا رب إنك مش ممكن أبدا تتركني لا لحظة ولا يوم من غير ما تكلمني. قل له أنا بنتظر، قول لربنا النهاردة أنا مستني، أنا منتظر، منتظر حضورك في مشاعري، منتظر حضورك في قلبي، منتظر كلمتك اللي أنا عارف إنها لوحديها هي اللي تشبعني، هي اللي تشفيني، هي اللي تسد احتياجي. صلي وقول له لن اتركك، لن اتركك، ما ينفعش اقف قدامك وامشي فاضي، ما ينفعش امشي اقف قدامك قدام اللي كله خير، اللي صانع الخيرات، اللي واهب الخيرات، اقف قدامه وامشي فاضي ولا امشي جعان. خليك حريص، خليك حريص انك تنال بركة، خليك حريص انك تنال بركة، خليك متمسك انك تنال بركة، خليك جاد، خليك أمين، خليك مخلص قدامه. إذا عرفت تكون أمين في لحظات بسيطة هو يعرف يقيمك، يقيمك
على الكثير. يا رب بطلب بركتك، بطلب كلمتك، بطلب سلطانك علي، على كلامي، ليكون يا رب كلامك انت. بارك في كل شخص موجود، بارك في كل شخص موجود، اديله نعمة يسمع الكلمة، يسمع الكلمة، اديله نعمة ان يعرف الكلمة بتاعته، اديله نعمة ان يعرف رسالته. ليك يا رب كل الكرامة وليك كل المجد، باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. بنعمة الرب نقرأ مع بعض من صموئيل الثاني الإصحاح 12 من الآية 1. فأرسل الرب ناسان إلى داود، أرسل الرب ناسان إلى داود. إن الرب النهاردة بيحط قدامنا حادثة شهيرة وعنوان لقائنا النهاردة وعنوان الكلمة اللي بيوجهها لينا ربنا، أنت هو الرجل، أنت هو الرجل. فأرسل الرب ناسان إلى داود فجاء إليه وقال له: كان رجلان في مدينة واحدة، واحد منهما غني والآخر فقير، وكان للغني غنم وبقر كثير جدا، وأما الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها رباها، كبرت معه ومع بنيه جميعا تأكل من لقمته وتشرب من كاسه وتنام في حضنه، وكانت له كابنة. فجاء ضيف إلى الرجل الغني فعفى، مرضيش، فعفى، لم يشاء، كان يقدر من النعجات بتوعه يذبح ويأكل الضيف لكنه عفى، رفض أن يأخذ من غنم ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه، لكنه اختار فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيئ للرجل الذي جاء إليه. دي القصة بتاعت ناسان لداود. خدوا بالكم من رد فعل داود، خدوا بالكم من رد فعل داود، لأن ده هيبقى موضوع ومضمون كلامنا. فحمى غضب داود على الرجل جدا وقال لناسان: حي هو الرب، إنه يقتل الرجل الفاعل، إنه يقتل الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة 4 أضعاف، لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق. فقال ناسان لداود: أنت هو الرجل. جميلة،
أنت هو الرجل. هكذا قال الرب إله إسرائيل، أنا مسحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك من يد شاول وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا، أنا اديتك. ولو كان ده قليل كنت هديك تاني، بس أنا شايف إن ده كفاية وزيادة. وإن كان ذلك قليلا كنت أزيد لك. لماذا احتكرت كلام الرب؟ لتعمل الشر في عينيه. ويبتدي نسان يواجهه، قد قتلت أوريا الحسي بالسيف. وأخذت امرأته لك امرأة، وإياه قتلت بسيف بني عمون. السيف اللي مفروض انت تحارب به العدو، قتلت ناس به أبرياء ما لهمش ذنب. والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد، لأنك احتكرتني وأخذت امرأة أوريا الحسي لتكون لك امرأة. واحدة متجوزة تاخدها. هكذا قال الرب، ها أنا ذا أقيم عليك الشر في بيتك. أقيم عليك الشر في بيتك، وأأخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك، فيضجع مع نساءك في عين هذه الشمس في عز النهار. أنت مش عملت ده في السر؟ أنا هخلي اللي أنت عملته في السر الناس كلها تشوفه، لأنك أنت فعلت بالسر، وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع الناس، كل الناس هتشوف اللي انت عملته. لما كان في مواجهة والرب ألسر نسان، ونسان بيقول له أنت هو الرجل، يرد داود لنسان ويقول له قد أخطأت إلى الرب. فقال نسان لداود، الرب أيضا قد نقل عنك خطيئتك، لا تموت، غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون. اللي انت عملته ده خليت أعداء الرب يشمتون، بدل ما الناس تمجد ربنا بسببك. فالابن المولود لك يموت. وذهب خلاص نسان عمل الرسالة والدور، وذهب نسان إلى بيته. أحبائي، النص مشهور ومعروف، لكني حبيت أقراه عشان نتذكره كله. خلونا مع بعض نشوف الرب بيقول إيه لكل واحد وواحدة. وأرجو وأنا بقول أنت هو الرجل، مش الكلام على الرجالة كرجالة، لكن أنت هو الرجل، أنت هي الست، أنت هو الابن، أنت هو الابنة، الكلام علينا كلنا. خد بالك، عند الباب خطية رابطة. خد بالك، عند الباب، في عند الباب، عند باب مشاعرك، عند الباب، عند باب فكرك، عند الباب، عند باب قلبك، عند الباب، عند احساساتك، عند الباب، عند جسدك، عند الباب، عند عينيك، عند الباب، عند بقك، عند الباب في خطية رابطة. النهارده الرب عايز يوعينا، عايز يوقظ فينا. الروح القدس النهارده بيساعدنا ان احنا ننتبه وناخد بالنا، ان احنا ما نمشيش كده بعشوائيه بتلقائيه، ونكون حريصين على ابديتنا، لانه عند الباب في خطيه رابطه.
أقل استفزاز، أقل استفزاز، أقل إثارة تخلي الخطية دي تشتغل في حياتي. داود ما كانش منتبه إن عند الباب في خطية رابطة. الرسالة اللي بيقولها لنا الكتاب النهاردة واللي وصلها لنا نعمة الروح القدس النهاردة، إن مهما كنت أنت فيك ضعف، مهما كنت في ضعف موجود في حياتك، مهما كنت في ضعف موجود في أنت مش كاملة، أنت مش بار. مفيش واحد ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض إلا ما فيه ضعف. انتبه من الخزفية اللي موجودة في حياتك. الرسول بولس بيقول لنا ولنا هذا الكنز في أواني خزفية. خد بالك من الخزفية، أنت بتعيش حياة فيها خزفية. الأبدية بتاعتك، الميراث بتاعك اللي انت بتورثه، الشركة مع الروح القدس، كل هذه العظمة، كل هذا المجد والكرامة اللي الرب ادهالك، لكن انتبه فيه خزفية، فيها شاشة في كل ده. داود بكل عظمته، بكل قداسته، بكل بره، بكل تاريخه مع الرب، لكن ما كانش واخد باله من حتة الخزافية، ان في ضعف موجود عند الباب في حياته بمجرد ما انه حط نفسه جوه مناخ، جوه فراغ، حط نفسه جوه مجال الخطية، وقع. انتبه من الهشاشة بتاعت حياتك، انتبه، خد بالك من الضعف الكامن والمستخبي. انت ماشي وجواك ضعف، انت ماشيه وفي ضعف ماشيه بيه، انت جايه الكنيسه بضعف وهتروحي بضعف وهتنامي بضعف وهتقومي بكره بضعف وهتفضلي لحد اخر يوم في حياتك في ضعف. هو ده اللي بيقوله بولس الرسول، ولنا هذا الكنز في اواني خزفيه أمام العظمة بتاع الإنسان فيها شاشة، في ضعف. إيه اللي موجود في النص؟ خد بالك من البذور، خد بالك من البذور. أصل بعد شوية هتبقى جذور. خد بالك من البذرة، كل اللي بتعمله دلوقتي بذرة، كل اللي بتقوله دلوقتي بذرة، كل اللي بتفكر فيه دلوقتي بذرة، كل اللي بتحس بيه بذرة. فانتبه نوع البذرة، لأن بعد شوية مش هتستنى بذرة، هتعمل جدر، هتعمل جدر. خد بالك ان كل حاجة في حياتك بتكبر. داود العمل بالنسبة له في البداية كان وقت فراغ، وبعدين نظرة، وبعدين زنا، وبعدين كذب، وبيحاول يغطي الكذب بكذب، وبعدين قتل، وكان مكمل بلا حدود لحد ما دخل نسان ووقفه. الرب عايز يقول ايه النهارده؟ الرب عايز يقول ان مش بس ان انا انتبه ان حياتي فيها الخزفية وان انا اكون حريص على ابديتي، لا، كمان ان كل حاجة في حياتي بتكبر وتنمو.
لو اتصال موبايل مش كويس هيكبر بعد شوية. لو حاجة على الفيسبوك مش كويسة مش هتستنى كده، هي دي بذرة، لكن وضعها هتكبر وهتنمو. الرب النهاردة بيوصل لنا رسالة، اليقظة من خبرة داود، اليقظة الروحية، ان انت تبقى عندك هذه اليقظة الروحية. انا بعمل ايه دلوقتي؟ لان اللي بعمله دلوقتي هو بذرة هيتحول الى جذور. كل فكرة بتفكر فيها هي بذرة. بص في البذرة دي، كل نظرة بتبص لها دي بذرة. خد بالك من نوع البذرة، ايه نوع البذرة اللي انت بصيتها دي؟ كل كلمة بتقولها، كل احساس في قلبك، مفيش حاجة هتستنى. انتبهي يا بنتي على كل مكالمة بتعمليها او كل رسالة بتستقبليها او كل جلسة بتقعديها، هتكبر الحكاية، مش هتفضل زي ما هي. الرب النهارده بيكلم ناس وبيقول انت هو الرجل، وبيكلم ستات وبيقولها انت هي الست المقصوده. في ابرياء، في ابرياء. داود في النص اللي عمله مش بس خطية هو عاش فيها، لكن في ناس أبرياء دفعت الفاتورة بتاعة داود. في ناس أبرياء، أوريا الحس يموت، شخص بريء، إيه ذنبه؟ تتعمل حرب. لما تقرا النص بتاع صموئيل الثاني من أول 11 لأول 13 لحد 13، بتلاقي إن في ناس في حرب اتعملت مخصوص، وناس تموت عشان نزوة واحد، عشان ضعف واحد، عشان فعل واحد، عشان خطية واحد. انت عارف اللي انت بتعمله ان في ناس ابرياء، في ناس ابرياء بتدفع ثمن اللي انت بتعمله. انت عارفة ان في ناس ابرياء بتدفع ثمن اللي انت بتعمليه. وانت بتعمل دلوقتي البذور دي، انتبه مش بس انت هتحصدها اربعة اضعاف، لا في ناس كمان ابرياء ملهاش ذنب. انت عارفة يا بنتي لما بتتصرفي تصرف غلط في ناس ابرياء بتدفع الثمن. يطلع ابوكي البريء، يطلع امك بريئة، يطلع اخواتك برأة، يطلع قرايبك. انت عارف ان انت في ناس ابرياء ملهمش ذنب بيدفعوا ثمن اللي انت بتعمله، اللي انت بتعمليه. انت هو الرجل. في النص بتاع النهارده بيكلمنا على حاجه غريبه قوي، ان الناس اللي بتعمل خطيه عندهم منطق، عندهم منطق، عندهم منطق شخصي. واحد يقول انا مراتي مش بتهتم بيا، انا مراتي مهمله، انا ليا حقوق. طب ده انا حتى من قبل ما اتجوز وانا مظلوم، واجي اتجوزت مخصوص عشان خاطر يبقى في حد يهتم بيا، فبعد ما اتجوز كمان الاقي الاهمال بيستمر، ويبتدي يوجد منطق شخصي لخطيه هيعملها. يبتدي يوم بعد يوم يعمل مبررات
يعمل حجة، يكون أعذار، وعدو الخير يساهم ويساعد معاه في إن كل يوم يبعت له عذر، يبعت له سبب، يبعت له مبرر، يحطه في جو محيط بالشفقة على الذات، ويبتدي في الآخر يعمل هذا المنطق الشخصي اللي بعديه يعمل خطيئته. أنت في الأبدية في الحساب، المنطق الشخصي بتاعك ملوش أي محل من الإعراب. المنطق الشخصي اللي أنت بتتكلم عنه واللي وقعت فيه، ومرات كتير قوي تلاقي ناس عايشين طول حياتهم بمفهوم المنطق الشخصي، ويحجب الحق الكتابي، يحجب كلمة الله، يحجب النور الإلهي، يحجب الله بيقول ايه في الموضوع ده، وعايش طول حياته بالمنطق الشخصي. داود لما بيطلع فوق السطح عشان يتمشى كان عنده منطق، كان عنده منطق، ولما يشوف الست دي كان عنده منطق، ولما يدعيها لبيته كان عنده منطق، منطق شخصي عمله، ولما يزني معاها كان عنده منطق، ولما يبعت لأورية من الحرب كان عنده منطق، ولما يعزم أورية ثلاث مرات وثلاث مرات أورية ما يستجبش ليه كان عنده منطق، ولما يدي أورية جواب فيه قرار موته كان عنده منطق، كان عنده منطق، بس منطق شخصي. السؤال ليك قدام كلمة ربنا النهاردة، أنت ماشي بالطريقة دي؟ أنت ماشي بالأسلوب ده؟ أنت مخدوع؟ أنت ماشي بالأسلوب ده في حياتك الروحية؟ أنت مخدوعة؟ أنا لي احتياجاتي، لي مشاعري، لي أحاسيسي، لي مطالبي، أنت مخدوع، لأن ده منطقك أنت لحياتك أنت، لكن ده مش كلمة الرب. أنت هو الرجل كل واحد مننا عنده نسان. أنت عندك نسان، أنت عندك نسان، يطلع نسان ده القسيس بتاع الكنيسة، يطلع نسان ده حد تقي في الأسرة، يطلع نسان ده صديق صالح، يطلع نسان ده حد محب، يطلع نسان ده واتي ضميرك الشخصي، لكن نسان موجود، نسان موجود. فأرسل الرب نسان لداود، نسان موجود، الرب بيرسل نسان. كل ما بيكون في خطية، كل ما بيكون في ضعف، كل ما بيكون في عدم تمجيد لله، الرب يبعت نسان. النهاردة انت عندك نسان موجود، بالرغم من التمادي اللي كان موجود عند داود، بالرغم من البذور اللي بقيت جذور، بالرغم من ان داود وصل بخطيئته الى اقصى حد القتل، بس لما دخل نسان وعمل المواجهة توقف داود. يا بنتي عندك نسان، اسمعي لنسان. في حادثة شهيرة تاني شبيهة بهذا الكلام موجودة في سفر التكوين 39 بتاع سمار ويهوذا. سمار اللي اتجوزت ولدين كان عنده منطق شخصي
يهوذا ابن الكبير مات رغم ان ملهاش ذنب، مات. والتاني بيقول عنه الكتاب انه كان شرير اصلا ومات، عمل الشر في عيني الرب. فالمنطق الشخصي بتاعه لا انا اجنبها دلوقتي علشان التالت ما يموتش، لكن الشريعة والناموس ما كانوش بيقولوا كده، لكن هو كان عنده منطق الشخصي بتاعه. طب وصلوا لإيه المنطق الشخصي؟ وصلوا المنطق الشخصي بتاعه إن هو اللي زنى، هو زنى معاها. الست لما خبر الحمل بتاعها وصل ليهوذا حكم عليها بالموت، فكان الحل بسيط، بعتت العصاية والعصابة والخاتم، حل بسيط. لمن هذه العصابة والعصاية والخاتم؟ أول ما راحوا له رد وقال هي أبر مني. من في موضوع الضعف اللي كلمتك عنه، احنا ما بنستعجبش دلوقتي من ان اي حد يغلط. لا تندهش، ما تندهش ان لما تسمع ان اي حد اخطأ، ما تندهش ان حد بيقع. يا ابونا فلان عمل كذا، ما فيش اندهش. مهما كان فلان ده، مهما كانت قامته، اواني خزفيه ماشيين والضعف فينا. عشان كده لو انت ما بتندهش من ضعف الاخرين، انت كمان حاسس انك ضعيف. اللي ما بيندهش من ضعف الاخرين هو شاعر، هو حاسس ان انا كمان ضعيف. احبائي خلينا نشوف نص مت 7، إنجيل القديس متى الإصحاح 7. أنت هو الرجل، لا تدينوا لكي لا تدانوا. داود كان ضميره صاحي جدا، حي هو الرب يقتل هذا الرجل، ضمير صاحي جدا، بس تجاه مين؟ تجاه الآخرين. ضميره صح قوي زي ما انت كده، ضميرك صح قوي لما تسمعي خبر على حد، زي ما انت كده ضميرك يبقى صح قوي لما تسمع حاجة مش كويسة على حد. طب هو فين ضميرك ده تجاه نفسك؟ احنا دايما بسهولة نشاور بالصباع كده، لكن قليلين اللي بيشاوروا بالصباع على نفسهم، قليلين اللي بيحط الصباع ده على نفسه. لكن اسهل حاجه ان كلنا نشاور على الناس. الرب النهارده في انجيل متى بيقول ايه؟ بيقول لداود وبيقول لنا لا تدينوا لكي لا تدانوا. ليه؟ اصل هي في الاخر انت هتتغلب، اللي بيدين بيتغلب في الاخر. بيتغلب ازاي؟ هتدان. اللي بيدين اعرف كده اذا كنت انت من الناس اللي هم الإدانة عاملة زي المصاصة في بقه، مصاصة في بقه، الحديث عن الناس والكلام على الناس وسمعة الناس والتشهير بالناس والتشهير بالآخرين. اعرف ان الفاصل في النهاية انك مهزوم. كلمة الرب
تدان، هتدان، هتتغلب، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون. الرب يسوع النهاردة بيقول للكل إن إحنا كلنا عندنا قش، كلنا عندنا قش، كله عنده قش. أنا في عيني في قشة، وإنت في عينك في قشة، وإنت في قشة في عين، كلنا عندنا قش. اللي أنا قلت عليه في البداية، إحنا ماشيين بالأواني الخزفية، إحنا الضعف موجود جوانا، كله عنده القشة وماشي بيها. بس الناس اللي بالدين بيقلبوا العملية، الناس اللي بالدين بتقلب العملية، يخلوا القش اللي عند الناس خشب، مع ان الخشب مش عند الناس، عنده هو. اذا انت من الناس اللي بيكلموا كتير على الاخرين، اعرف ان انت عندك مشكلة، عندك مشكلة كبيرة قوي. لو انت من الناس اللي بتتكلم عن الناس، انت عندك مشكلة، انت عندك خشبة، انت عندك خشبة. اتعلم النهاردة مبدأ اولا بيتكلم عنه في النص، مبدأ كده في الحياة الروحية اسمه اولا. ايه هو اولا ده؟ اخرج اولا. اتعلم المبدأ ده. اول ما تشوف حاجة مش كويسة، اول حاجة تعملها لما تشوف حاجة مش كويسة، اولا تبص لنفسك. طب تاني حاجة ايه؟ ابص لنفسي. طب تالت حاجة ايه؟ ابص لنفسي. طب رابع حاجة ايه؟ ابص لنفسي. مفيش حاجة غير ان انا ابص لنفسي. النهاردة الرسالة اللي بيقدمها لنا ربنا، ابعد عن المنطق الشخصي وخلينا في الحق الكتابي. كلمة الرب بتقول ايه؟ لما اشوف انسانة ضعيفة، لما اشوف انسان ضعيف، اخرج اولا. اول حاجة ابص على نفسي، ابص على ضعفي، ابص على احتياجي، ابص ان انا اللي عايز اتغطى، ابص اذا كنت انا ما عملتش اللي هو عمله دلوقتي، انا معرض ان انا اعمله بكره. انا مش افضل منه، انا مش احسن منه، انا مش معصوم. بولس الرسول بيكلم كلمه جميله قوي، يقول من يضعف وانا لا اضعف، ومن يعصر وأنا لا ألتهب. خلينا نشوف مع بعض تكوين 9، حادثة شهيرة. ولاد نوح، سام وحام ويافس، التلاتة شافوا ضعف، شافوا عري، بس في واحد شاف وقرر انه يتكلم، واحد شاف وقرر انه يفضح، واحد شاف وقرر انه بدل ما يغطي يتكلم ويخلي التانيين يشوفوا اللي هو شافه. كله عريان. انا لسه مكلمك من شويه ان كله ضعيف، وكلمتك تاني ان كله عنده قشه، وكله عريان، كله، كل واحد مننا عنده حته عريانه. موقف الرب دايما قصاد العري. شوفوا عمل ايه مع ادم، صنع
له أغطية غطاه. رغم أن آدم مخطئ، رغم أن آدم كسر الوصية، لكن صنع له أغطية. أنت لما بتروحي بيت وتشوفي حاجة، شفتي حاجة، بتكرري إيه؟ إيه القرار اللي بيطلع؟ إيه الموقف اللي بتاخديه؟ أنت لما بتسمع خبر، إيه القرار اللي أنت بتاخده؟ تنشره؟ تفضحه؟ تتكلم عليه؟ تشمت فيه؟ توري الناس إزاي ده عريان؟ في النص ده بيعلمنا حاجة جميلة قوي، إن كل إنسان بيشوف ويقرر إنه يعري في لعنة، في لعنة. تكون عبد العبيد لإخواتك، مفيش بركة في حياتك، عندكش بركة في حياتك، عبد العبيد لإخواتك. نكمل مع بعض كلمة الرب في متى 6. متى الإصحاح 6 أنت هو الرجل. يشغلنا النهاردة أن نعرف أن الخطية مش موجودة في عينيا ولا في إيديا ولا في رجليا، الخطية موجودة جوايا. يولي سراج الجسد هو العين. إذا كانت عينك بسيطة، ما داود شاف، وانت اللي بيوقعك في الإدانة ما انت بتشوف سبب النظر. هو بيقول له لماذا تنظر القشة التي في عين أخيك؟ ولاد ابن نوح حام شاف. طب هو فين المشكلة؟ المشكلة في الأساس من جوه، في مشكلة جوه. سراج الجسد هو العين، ده صحيح. أنا عينيا دلوقتي، عيني المادية، عيني اللي بشوف بيها، بشوف بيها النور وبشوف بيها حضراتكم، العين دي هي السراج لجسمي، يعني هي اللي منورة كده زي لمبة بتنور، وجسمي يروح ماشي ورا النور ده. سراج الجسد هو العين. بس يسوع يروح ينقل من الحاجة الملموسة دي ويكلم على عين تالتة، عين جوانية، وبيكلم عليها وبيقول إذا كان النور الذي فيك ظلاما. العين التالتة والعين الجوانية ما هوش المنطق الشخصي اللي اتكلمت عنه شوية. أنا عيني التالتة وعين الجوانية مش المنطق الشخصي، أنا العين التالتة بتاعتي والعين الجوانية، العين اللي بتعرفني هي كلمة الرب، هو ده النور. لما يبقى النور اللي جوايا هو المنطق الشخصي بتاعي، ظروفي، أعذاري، حججي، إذا كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ يا بنتي خدي بالك، العين الجوانية هي الحياة الروحية بتاعتك، العين الجوانية هي كلمة الرب المخزونة في قلبي، العين اللي بتخليني كسراج، سراج لقراراتي، سراج لكلامي، سراج لمواقفي، هي الحياة الروحية، هي العشرة،
هي الشركة مع الرب. احنا مفيش في اعضائنا حاجة، الاعضاء دي مفيش فيها نجاسة، النجاسة جوه. مفيش في ايدي نجاسة، مفيش في عينيا نجاسة، الجسد مفهوش نجاسة في حاجة. النجاسة الحقيقية هي جوه، جوه في ضميرنا، في قلوبنا، في نفوسنا، في مشاعرنا، في فكرنا، في كياننا، في مشيئتنا، في إرادتنا. لو أنا بعيش بالمنطق الشخصي بتاع داود والمنطق الشخصي بتاعك والمنطق الشخصي بتاعك، الأعذار والأوهام اللي أنت بتعيش فيها واللي بتخدع نفسك بيها علشان خاطر تبرر لنفسك الخطية، أنت محتاج النهاردة للحق الإلهي هو اللي يقودك في الحياة. إذا كنت أنت عايشة مع زوج ظالمك أو زوج مكسر في حياتك، اللي هيغنيكي واللي هيسندك هو الحق الإلهي، هو كلمة الرب، السراج اللي هينير ليك ويخليك تاخدي قرارات هو كلمة الرب. أنت هو الرجل. هختم بنص من النصوص الجميلة، فيليبي الإصحاح الثاني، من النصوص الرائعة والجميلة. إذا أنا النهاردة كلمتك على داود وكلمتك على الضعف الموجود في حياته وقلت لك ان كل واحد مننا عنده ضعف، وكلمتك عن الخزفية اللي موجودة في حياتك، كلمتك النهاردة عن المنطق الشخصي وبنصحك انك تبعد عنه وخد بالك منه وانتبه، لان حياتك كلها تبقى ماشية بهذا المنطق الشخصي او الذاتي. إذا الرب النهاردة كلمنا وشاور على إنه إيه مصدر حياتك، أنت من جوه إيه النوع بتاعك من جوه، إيه الخامة بتاعتك من جوه، تعال نشوف نختم مع بعض بالنص الجميل اللي الرب شاور عليه النهاردة. فيليبي الإصحاح الثاني، فإن كان وعظ ما في المسيح. كلمة الوعظ يعني التشجيع. الرسول بولس بيقول يكون في مساندة لما تشوف حاجة مش مظبوطة، لما تشوف حاجة خطأ، لما تشوف حاجة مش ان انت تدين، مش ان انت تشاور بصبعك على الناس، مش ان انت تبقى عندك الخشبة وبتغطي على خشبتك بانك كل شويه تشاور على الناس. هنا الرسول بولس بيكلم على المسانده، ان كان وعظ ما في المسيح. كلمه الوعظ التشجيع، المسانده، المرافقه، الرأفه، الحنان، كلمه الشفقه اللي نسان قالها لداود ان انت لم تشفق، بولس الرسول بيقولها دلوقتي. إن كان وعظ ما في المسيح، النهاردة الرب بيكلمنا على أننا نحمل في داخلنا روح المساندة. نسند، نرافق، حد بيتعثر، حد بيقع، حد مش عارف يمشي، نسنده. الرأفة، الحنان، الشفقة، الحض، ان انا احضه على حاجة كويسة، ان انا احسه على انه يعمل عمل كويس، كل ده في المسيح. ارجوك لما تروح اقرأ النص ده كويس، لانه هيساعدك ان يكون عندك هذا المصدر.
فإن كان وعظ ما في المسيح، إن كانت تسلية ما للمحبة. إيه التسلية للمحبة؟ إيه التسلية للمحبة؟ كلمة التسلية هنا مش زي الكلمة بنسمعها بره الكتاب المقدس. تنشغلوش بالنور، سيب النور. تنشغلوش بالنور. كلمة التسلية لما تسمعها بره الكتاب المقدس ليها معناها اللي احنا كلنا عارفينه، بنسلي بعض، نضيع وقت. في الكتاب المقدس كلمة التسلية مش كده. كلمة التسلية بالظبط زي ما بيوصفها رسول بولس، يسوع قاعد جنب واحد مكسور. يسوع قاعد جنب واحد مكسور، واحد حاسس بضعفه، واحد ساقط. فبيقول له ايه؟ انا بحبك، انت مقبول بالنسبه لي. بص، مهما كبرت خطيتك مش اكبر من محبتي. ويقعد بقى ايه؟ يسليه، يقعد يواسيه، يقعد ينسيه. هي كلمة التسلية، مش زي التسلية بتاعتنا. إن كان تسلية ما للمحبة. أنت الرجل اللي لما تشوف حد ضعيف بتقعد جنبيه تسليه زي ما يسوع بيسلي. أنت لما بتشوفي حد مكسور بتشجعيه زي ما يسوع بيشجع. هو ده الموقف اللي الرب النهارده طالب مننا ان احنا نعيشه. هكمل معاك النص. ان كانت شركة ما في الروح. انا بحب اول كلمة دي، ان كان شركة ما في الروح. عارفين معناها ايه؟ على فكرة مش انت شايف نفسك ان انت خاطي؟ مش انت شايف نفسك ان انت ضعيف؟ انا مش هخش الملكوت الا رجل على رجلك. شركة، شركة ما في الروح، هي دي الشركة. شوف نظرتي للشخص الضعيف، انا بقول له ايه؟ انا مش داخل الملكوت، هذه هي الشركة. انا وارث وانت وارث، وانا مش ممكن ابدا أخش الملكوت من غيرك. رجلي على رجلك. إن كان شركة ما في الروح. هل أنت موقفك تجاه أي شخص ضعيف إن أنت زي ما كان بيقول بولس الرسول من شوية، من يضعف وأنا لا أضعف، ومن يعصر ولا أنا لا ألتهب؟ رجل على رجلك. أنا بكلمك دلوقتي علشان شاعر إن أنت بتشمتي في الناس اللي بتصعب، بتشمتي في الناس اللي بتضعف. إن كان شركة ما في المحبة، إن كان أحشاء رأفة. تاني بيكرر الرسول بولس الكلام، إن كانت أحشاء رأفة فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيئا واحد. لا شيء بتحزب، مفيش تحزب. تحزب ده فيه أنانية، تحزب ده فيه ذات. التحزب ده فيه منافسة. لا شيء بتحزب أو بعجب، الواحد يبقى مغرور بنفسه، ولا بعجب، بل
بتواضع حاسبين بعضكم بعضا أفضل من أنفسهم. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. خلونا نصلي. صلي معايا. اعلن النهاردة عن ضعفك قدام ربنا. اعلن وقول له يا رب أنا ضعيف، أنا ما كنتش فاكر إني مملوء بالضعف وكل ده. أنا يا رب عايز نعمتك. أنا عايز نعمتك هي اللي تغطيني. أنا عايز يا رب نعمتك اليوم إنها تسترني. أنا محتاج يا رب لنعمتك. أنا ما أقدرش أعيش ولا أتحرك ولا أوجد من غير نعمتك. أنا عايز نعمتك. أنا طالب نعمتك. ما تحرمنيش يا رب من نعمتك. أنا عارف إن مشيئتك وإرادتك وتدبيرك وخطتك إنك دايما تغطيني. أنا عارف إن مشيئتك ليا إنك تغطيني. أنا عارف إن البشر كلهم لو عايزين يعروني أنت الوحيد، أنت الوحيد اللي قابلني وحبيبني وبرغم ضعفي وبرغم خطيتي أنت تغطيني. استرني النهاردة يا رب بنعمتك. استرني بنعمتك. استرني يا رب بنعمتك. صلي معايا. اندم على كل ضعف انت بتعيشه. انا نادم يا رب على ضعفي. اديني يا رب نعمة ان انا لا اتمادى.
لمسني يا رب بسلطانك. أنا ضميري محتاج للمسة، ضميري طول الوقت هو صاحي ويقظ على حساب التانيين، على محاسبة التانيين. ضميري يا رب اليوم محتاج لشفائك، أنا محتاج لنسان جوايا، محتاج لنسان يرجع تاني، محتاج لنسان يرجع تاني يواجهني ويكلمني ويعلن ليا كلمتك وسلطانك عليا. المسني يا رب الآن يا رب، أنا محتاج لضميري بالذات، ضميري بالذات يا رب النهاردة محتاج لشفاء. ضميري اللي أنت حطيته جوايا، الكنز اللي جوايا اليوم يا رب محتاج لشفاء منك، محتاج للمسة منك. ضميري يصحى يعلن حقك، يعلن تمييزك، يعلن كلمتك جوايا. أنا محتاج يا رب الآن، أنا أدركت، أنا فهمت، أنا عرفت، مش ممكن أقدر أكمل باقي حياتي بدون نعمة ضمير جوايا. هبني هذه النعمة الآن يا رب. كرحمتك، كرحمتك يا رب الآن، وليس كخطايانا. الآن يا رب كل واحد من الموجودين محتاج لهذه النعمة. الضمير يرجع تاني، يرجع تاني ضميرك في قلوبنا، يرجع تاني ضميرك لحياتنا. الآن، الآن يا رب. محتاج لمسة روحك تغير ديني، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهر ديني. أنا محتاج لمسة روحك تغير ديني، أنا محتاج يا يسوع دمك يطهر ديني. وأنا لما حتى لو حليت الأيام من غير يسوع أوهام، أوهام كل أخطائنا هي لذة، أوهام كل سقطاتنا هي فرحة لوقتها، أوهام من غير يسوع أوهام. Thank you.
نقف مع بعض ونقول ترنيمة نسبح فيها فعلا الرب، لأنه فعلا من غيره كل الحياة أوهام. عايزين نقول فعلا الترنيمة اللي جاية بنقول إيه؟ تسبيح للرب يعلى وتعلى معاه الفرحة. يا رب ده احنا فرحتنا بيك وهنانا كلها فيك. يا رب لو كنت شايفنا كلنا مالين أخطاء، هي فعلا من منكم بلا خطية، لكن انت قادر تصلح كل الأشياء، تغيرني وتخلق فيا إنسان جديد. عايزين نقول الترنيمة دي، أنا عارفة أن مفيش كلماتها بس نحاول نقولها سوا. نقول تسبيح للرب تعلى وتعلى معاه الفرحة. نقولها وإحنا فرحانين وكل قلبنا ثقة أن ربنا بيقدر يغير كل حاجة. Thank you.
فليباركنا الثالوث القدوس الله الآب والابن والروح القدس. امضوا بسلام، وسلام الرب مع جميعكم.